哟，安安，哟哟哟，أنا معلم بالمنعنقي 8 سنوات، أول ما هو بالحيران درج الحيران، وبعد ما اتشبرت على الحيران شرحت بلبل، والبل كانت تنقلنا من ديرة لديرة، تنقلنا من الشمال لنجد ومن نجد للشمال، ودائميا والبل مذكورة بوفائها وخدمتها للإنسان من أول. البل كلها حلوة لكن كل الرغبة، فأنا عندي يا مني حصلت لبن المقترة واضحة ويصرها مصغر ومع شبة الضو ومعدلة المركاة على النار تسوى عندي بعير بكمله. فهذه البل سبت السحرة يا من أول، يا من بغينا بغيت نجد طلعت على البل، بغيت الشمال على البل، وين ما رحنا مع البل. وانا لحد الان ما زلت لحد الان لهذه اللحظه هذه احب ممشي مع البل دايم دايم، ما عمري على طول يا من مشيت البل مشيت معها، واحب البل انا دايميا احبها. والله انا دايميا الموقف اللي يحزنني بلبل يا من شفتها البل مقصر الرعيه فيها، وهذه ما تستاهل اللي قصر فيها، هذه كل حياتنا فيها وهي اللي مربياتنا وهي اللي مغذياتنا، وهذه شرف لنا خدمتها شرف لنا. سمعت انا اليمين شفت البل مقصر عليها رعيها وهي بشبك ولا شيء ولا ما تطعم زين احزن. من قصصها انا مره كنت في البر في ايام الصيف، وكنت ما معي ماء ولا معي شيء فالخره، والبل عطشة وأنا عطشان، ويوم بمرة الله قمت وصليت ركعتين ويتنشأ هكا السحابة ما يبتبيرة ما يبتبيرة شوي شوي شوي، يوم ظلت البل وأنا على مرتاعي ويترعد ويتبرق، أنا ترى جايبها على وف البل قبل، ويوم رعدت وبرقت أنا جالس ما يمديني أروح للرحول ولا للعفش ولا شيء، ونزبني ما كان ناقة وجه حدر نحرها وتجيف الناقة علي تناوزني على ولدها، اليوم هون المطر عنا ونشرب انا وباعري ونغتبس وكليله ممسين انا وياها. وهذا من وفلبل انها ما تجفل من رعيها وتحب رعيها، ورعيها يحبها دايم.